تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، وصباح التفاؤل، وصباح السعادة، وصباح أيضا الصحة والإيجابية. ودائما مستمعين الأعزاء، الشعور بالطاقة الإيجابية والسعادة يعكس آثار إيجابية على صحة الإنسان. أرحب بكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. وقبل لا نبدأ فقرات برنامجنا هذا اليوم، أحب أني أرحب بفريق العمل المبدع معنا اليوم في الإعداد، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأستاذ أحمد سلامة، وفي الإخراج مخرجنا المتألق دائما الأستاذ ناصر السليمي، وأنا محدثكم عبد الله جمعة. وأيضا من خلال برنامج صحة وسعادة مستمعين الأعزاء دائما نرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600-551-414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ونستعرض فقرات برنامجنا لهذا اليوم، ولكن في البداية نود التنويه مستمعينا الأعزاء بأن دبي بدأت حملة واسعة للتطعيم المجاني ضد كوفيد-19، ويعتبر كل من كبار المواطنين وكبار السن من المقيمين فوق 60 سنة ومنهم لديهم الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم والعاملين في خط الدفاع الأول والمهن الحيوية هم الفئات ذات الأولوية للتطعيم ضد كوفيد-19 في دبي. ودائما التطعيم أمان واطمئنان. وأيضا مستمعينا نذكركم بالإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة لتفادي الإصابة بفيروس كورونا. دائما كونوا حذرين على ترك مسافة آمنة مع الآخرين، وأيضا لبس الكمامة وخاصة في الأماكن المغلقة، وأخيرا غسل اليدين وبشكل مستمر ولمدة لا تقل عن 20 ثانية. نستعرض فقرات برنامجنا لهذا اليوم، ومثل ما عودناكم دائما مستمعين الأعزاء فقرة الأخبار المحلية والعالمية. واليوم أول خبر تحت عنوان أمراض تكشفها رائحة الفم الكريهة، وفقرة السوشيال ميديا ومستجدات السوشيال ميديا والأهم المتداول فيها على صفحات هيئة الصحة بدبي، بتكون معنا الزميلة أسماء الجناحي وبتعطينا آخر المستجدات. ومثل ما عودناكم مصطلحنا الطبي لهذا اليوم تحت عنوان عقيدات الغدة الدرقية، وفقرة التغذية وموانع الحمل مع الأستاذ سهير محمود أخصائية تغذية علاجية بهيئة الصحة بدبي. وآخر فقرة من فقرات برنامجنا هذا اليوم فقرة صحة المرأة، وتحت عنوان المشيمة المتلصقة، وبتكون معانا أو بيكون عفوا معانا الدكتور عاطف فيزاري استشاري أمراض نساء والتوليد بهيئة الصحة بدبي في مستشفى لطيفة. هاي كلها برامجنا أو فقرات برنامجنا هذا اليوم مستمعين الأعزاء، ومثل ما قلنا دائما نرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600-551-414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وناخذ خبرنا لهذا اليوم عن تحت عنوان أمراض تكشفها رائحة الفم الكريهة. أعلنت الدكتورة أرينا جيانا أخصائية الأمراض الباطنية أن رائحة الفم الكريهة يمكن أن تكون علامة لعدد من الأمراض. وتشير أيضا الدكتورة في حديث تلفزيوني أن حوالي 70% من الناس يعانون من هذه المشكلة، أيضا تقول أن 90% من هذه الحالات تكون ظهور رائحة الفم الكريهة يكون بسبب أمراض الأسنان، أو في بعض الأحيان أيضا أمراض اللثة، وأيضا أمراض في الأنف والحنجرة والأذن. حينها تغلق الظروف الملائمة لتغيير البكتيريا في تجويف الفم، فعلى سبيل المثال يسبب أيضا تسوس الأسنان في كثير من الأحيان والالتهاب
التعب اللثة ونزيف الأسنان ظهور مثل هذه المشاكل. ودائما تنصح الدكتورة أرينا في حال إذا يعني لوحظ هذه الأعراض فينصح الشخص بزيارة الطبيب لمعرفة الأسباب. وننتقل من الخبر إلى فقرة السوشيال ميديا مستمعينا الأعزاء ومستجدات السوشيال ميديا وأهم المتداول فيها على صفحات هيئة الصحة بدبي مع زميلتنا الأخت أسماء الجناحي. أختي أسماء صبحت الله بالخير والنور والعافية. مو مشكلة بناخذ عيال مستمعينا الأعزاء فقرة السوشيال ميديا وأهم المتداول فيها بعد الفاصل. خلكم مع صحة وسعادة. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. ودائما نرحب مستمعينا بتواصلكم معنا على الأرقام 600-551-414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وناخذ فقرة السوشيال ميديا مستمعينا الأعزاء ومستجدات السوشيال ميديا وأهم المتداول فيها سواء على صفحات هيئة الصحة بدبي أو الصفحات الأخرى ذات العلاقة. وننتظر الأخت أسماء الجناحي. ولكن في نفس الوقت مستمعينا الأعزاء نحب ننوه بأن لقاح إكسفورد أسترازينيكا متوفر الآن في هيئة الصحة بدبي. ولقاح أسترازينيكا في هيئة الصحة بدبي المرحلة العمرية من 18 سنة إلى 60 سنة والفئة الأولى هم المواطنون والمقيمون أيضا من أصحاب الهمم والمصابون بالأمراض المزمنة من حاملين إقامة دبي. بنكمل عن الإجراءات الخاصة للقاح أسترازينيكا في هيئة الصحة بدبي ولكن بعد فقرة السوشيال ميديا. أختي أسماء صبحت الله بالخير والنور والعافية. صبحتم الله بالنور والسرور يا عبد الله عليكم وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. الله يصبحك بالخير والنور والعافية. مثل ما تعرفون أن يوم أمس كان استلمت هيئة الصحة أو استلمت دبي الدفعة الأولى من لقاح أسترازينيكا. نعم. وهو تضيفها لقائمة اللقاحات المضادة لمرض كوفيد 19 التي توفرها منشآتها الطبية والشحنة الأولى قادمة من الهند وذلك بفضل الجهود التي بذلتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية بالتعاون مع الخارجية الهندية. هاي يعني كان عندنا في كثير من الأسئلة إن كيف واحد ممكن يأخذ موعد، كيف واحد ممكن يشيش المراكز اللي فيها اللي يتوفر فيها لقاح أسترازينيكا. فهاي التفاصيل كلها تم نشرها اليوم صباحا لأن هي مقسمة لمجموعة من الفئات، الفئات اللي ذات الأولوية في الفئة الأولى والفئة الثانية. الفئة الأولى اللي هم المواطنون والمقيمون من أصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم حاملي إقامة دبي، والفئة الثانية خط الدفاع الأول والمهن الحيوية، والفئات العمرية اللي تقدر تاخذ لقاح أسترازينيكا هم من 18 سنة وحتى 60 سنة. ايضا وايد من الأسئلة كيف واحد ممكن يحجز الموعد. الموعد ممكن ياخذونه من خلال الرقم المجاني لهيئة الصحة بدبي 800-342. وهاي ممكن في طريقة معينة لما الواحد يتصل، اول ما يتصل يعني في خيارات، يسمع التسجيل الموجود يختار خيار لقاح كوفيد 19، يضغط على لقاح كوفيد 19 راح تطلع له مواعيد. اذا كان مثلا اذا انت كنت تبغي موعد مع فايزر تبغى موعد ساينوفارم تبغى موعد أسترازينيكا، فبعدين يختار لقاح أسترازينيكا. فان هي كلها بتكون بطريقه اوتوماتيك موجوده من خلال مركز الاتصال او الرقم 1-800-342. كل اللي عليهم انه يسمعون التسجيل الصوتي ويمشون بالتعليمات الموجودة ومن ثم اختيار نوع اللقاح اللي يحتاجونه، وأيضا طبعا يجاوبون على الأسئلة الموجودة في الكول سنتر. الفئة الثانية اللي بعد يسألون مثلا العاملين مثلا في مثلا المهن الحيوية أو خط الدفاع الأول
وصلتنا أيضا الكثير من الأسئلة إن كيف واحد من هاي الفئات يقدر يأخذ موعد. الموعد ممكن يكون اللي راح يكون بين تعاون بين المؤسسة اللي يعمل فيها ومع هيئة الصحة، يكون في تنسيق مشترك بين المؤسسين أو بين الهيئة والمؤسسات لتحديد مواعيد لخط دفاع الأول والعاملين في المهن الحيوية. هناك بس موقعين اللي يعني راح يعطون اللقاح أسترازينيكا في الوقت الحالي، اللي هو مركز وان سنترال لتطعيم كوفيد، واللي هو موجود في مركز وان سنترال. هو مش المركز التجاري، يعني دائما يحرون انه هو مركز تجاري، هو مقابل المركز التجاري في ذا اوفيس 5 او المكاتب 5، هذا هو مكان التطعيم. اما التنسيق الموقع الثاني اللي خاص بخط الدفاع الاول والمهن الحيويه يكون بين تنسيق بين الهيئه وبين الجهاز، وراح توفر لهم الهيئه رابط بالموقع. ايضا يعني نحن نحب ناكد ان جميع خدمات التطعيم في المراكز التابعه لهيئه الصحه في دبي تتطلب ان يكون في موعد مسبق، لازم الاشخاص يكون عندهم موعد مسبق ويوصلهم مسج الكونفرميشن الموعد عشان يقدرون يروحون ياخذون المواعيد. من الاشياء اللي نحن ننصح اصحاب الامراض المزمنه لما يكون عندهم تقرير يفيد انهم من اصحاب الامراض المزمنه لما ياخذون تطعيم، ان يكون عندهم الاقامه اقامه دبي، وايضا ان يكون عندهم تقريرهم اللي يثبت انهم او انه يعني اللي يوضح الامراض المزمنه اللي عندهم وشو هي الامراض. هاي بالنسبه لي الاشياء اللي تم وضعها اليوم، واللي هي كانت من الاسئله الاكثر يعني من اكثر الاسئله اللي وصلتنا كانت تحتاج اجوبه خاصه بتطعيم أسترازينيكا. ايضا تطعيم ساينوفارم متوفر، ولكن متوفر للمواطنين والمقيمين من فوق 60 سنه، ويمكن وهم فقط من المسجلين مسبقا. الأشخاص اللي كانوا مسجلين في وقت سابق هم اللي لهم الأولوية في المواعيد. أيضا توصلنا بعض الأسئلة عن تطعيم فايزر بيونتك، يسألوننا يعني هل هو متوفر. حاليا هو متوفر الجرعة الثانية من التطعيم، الجرعة الثانية من التطعيم متوفرة حاليا، ويعني لا يعني. وكان فيه بس نأكد بالتوضيح الهام اللي كان موجود قبل من هيئة الصحة، إن تعمل لقاحات تعمل الهيئة على إعادة جدولة المواعيد الخاصة بالجرعة الأولى للقاح فايزر بيونتك نظرا لقيام الشركة المصنعة للقاح بأعمال توسعة إنتاج اللقاح لديها، مما أثر على الجرعات الحالية في عدد من دول العالم. ستقوم الهيئة بالتواصل مع المتعاملين المعنيين للمواعيد الجديدة من خلال الرسائل النصية القصيرة. وننوه ونأكد أن كل الأشخاص اللي أخذوا جرعتهم الأولى جدا جدا مهم أن يأخذون جرعتهم الثانية بعد 21 يوم، ومواعيد الجرعة الثانية دائما توصلهم بعد 15 دقيقة من أخذ الجرعة الأولى في المراكز الصحية. يعني هاي تقريبا من الأشياء المهمة، والأشخاص اللي عندهم أي استفسارات جميع قنوات الاتصال مفتوحة، من الكول سنتر، الموقع الإلكتروني في الشات بوت، أيضا تطبيق هيئة الصحة في خدمة الشات موجودة، أيضا هناك خدمة يعني مثل موقع URL أو الإيميل اللي هو info@dha.gov.ae، أيضا قنوات التواصل الاجتماعي موجودة بالأخص إنستغرام وتويتر وفيسبوك، وأيضا في قناة الواتساب. كل اللي عليهم أنهم يضيفون رقم المجاني لهيئة الصحة اللي هو 8342 لقائمة الاتصال، ويكتبون مرحبا أو هاي في الشات في الواتساب، وراح تتفعل عندهم خدمة الواتساب. ممكن أيضا يسألون الهيئة الأسئلة اللي يحتاجونها وراح يتم الإجابة عليها من خدمة الواتساب. يعني هاي كل القنوات الموجودة سمح لنا نقدر يعني نوفر الأجوبة اللي يحتاجها المتعاملين حول الخدمات اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي. تقريبا هاي أغلب الأشياء، وإن شاء الله يترقبون الفترة اللي قادمة. راح نركز على يعني التطعيم جدا مهم يعني عشان سلامتنا وعشان سلامة الجميع، والأهم من هذا كله الالتزام بالإجراءات الوقائية وأخذ احتياطاتهم عند الخروج من المنزل وعند البقاء من المنزل وتعقيم الأدوات قبل الدخول إلى المنزل. تقريبا هاي الأشياء اللي كانت خلال 24 ساعة الماضية في قنوات التواصل الاجتماعي
ودمتم بصحة وسعادة. دمتي بصحة وسعادة الأخت أسماء الجناحي، كل الشكر والتقدير لك على توضيح الحقيقة. الأمور مهمة جدا ومعلومات أيضا مهمة جدا الخاصة بإجراءات اللقاح، يعني اللقاح الخاص بفيروس كورونا. شكرا جزيلا لك. مستمعين الأعزاء، قبل لا ناخذ الفاصل بس نحب أيضا نذكر ببعض النصائح المهمة يجب عليك أن تتذكرها عند زيارة المطاعم وأيضا المقاهي. دائما في حال يعني كنت تعاني من بعض الأعراض، دائما يفضل البقاء في المنزل وعدم الخروج من المنزل. حافظ دائما على التباعد الجسدي بشكل مستمر، وأيضا احنا بشكل مستمر نذكر مستمعين الأعزاء بالنسبة لغسل اليدين بشكل مستمر قبل وبعد أيضا الأكل. دائما ننصح بعدم المشاركة ومشاركة الآخرين الطعام والشراب على نفس الطاولة، ودائما استخدام وسائل الدفع الذكية. وأيضا مستمعين الأعزاء، هناك بعض الأرقام المهمة اللي حب نذكر فيها بصحة دبي بأرقام، وهناك 357 عدد من المقالات المستلمة في الوقت نفسه، و95 عدد من المقالات المنشورة الخاصة بفيروس كورونا، و338 أيضا عدد من الباحثين الذين نشرت أبحاثهم حول هذا الموضوع، و185 عدد من الباحثين من هيئة الصحة بدبي ممن نشرت أبحاثهم الخاصة بفيروس كورونا، و35 عدد الباحثين المواطنين الذين نشرت أبحاثهم، وأخيرا 18 عدد من المقالات المنشورة عن كوفيد 19. بناخذ مصطلحنا أيضا الطبي لهذا اليوم وتحت عنوان عقيدات الغدد الدرقية. عقيدات الغدد الدرقية مستمعين الأعزاء هي عقد صلبة أو محملة بالسوائل تنشأ في غدة الدرقية، وهي غدة صغيرة تقع في الجزء السفلي من الرقبة فوق عظام الصدر مباشرة. وغالبية عقيدات الغدة الدرقية ليست خطيرة، ولكن في بعض الأحيان تسبب أعراض قد تكون بسيطة، ويكون عدد قليل فقط من عقيدات الغدة الدرقية سرطانية في بعض الأوقات. وفي العادة لن تلاحظ أنت بنفسك عقيدات الغدة الدرقية حتى يكتشفها الطبيب أثناء زيارتك للطبيب أو للفحص الطبي، أو قد يجدها طبيبك أثناء إجراء فحص معين بخصوص مشكلة صحية أخرى معينة. إلا أن بعض عقيدات الغدة الدرقية تكون كبيرة لدرجة أنها تصبح مرئية أو تسبب صعوبة في البلع أو التنفس، وتعتمد أيضا هذه الخيارات العلاج على نوع عقيدات الغدة الدرقية التي لديك. لهذا السبب دائما في حال إذا هناك أي أعراض يجب زيارة الطبيب لمعرفة الأسباب. مستمعين الأفاضل، بناخذ فاصل، وبعد الفاصل فقرتنا اليومية فقرة التغذية، واليوم تحت عنوان التغذية وموانع الحمل، وبتكون معنا الأستاذة سهير محمود أخصائية تغذية علاجية بهيئة الصحة بدبي. خلكم مع صحة وسعادة، فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. ودائما نرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600-551-14 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وناخذ فقرة التغذية لهذا اليوم مستمعين الأعزاء تحت عنوان التغذية وموانع الحمل مع الأستاذة سهير محمود أخصائية تغذية علاجية بهيئة الصحة بدبي. الأستاذة سهير، صباح الخير. صباح النور والسرور. الله يحييك أستاذة سهير. نحن طبعا نعرف بخصوص موضوع أهمية التغذية بالنسبة للمرأة الحامل، وأيضا أهمية التغذية أثناء فترة الحمل مع الطفل. اليوم حديثنا معك عن التغذية وموانع الحمل. نعم. طبعا موانع الحمل هي إحدى الوسائل اللي النساء بتلجأ لها علشان
يعني ضبط موضوع الأولاد والحمل يعني لعدة أسباب. ف بالنسبة لموانع الحمل إذ هي بتأثر على التغذية لأنها ممكن تأثر على بعض الفيتامينات المهمة بالجسم، أولها الحمض الفوليك وأيضا الفيتامين B2 B6 B12 وأيضا الفيتامين C والفيتامين E، وأيضا عندك المغنيسيوم والسيلينيوم والزنك. فبالتالي نحن بننصح النساء اللي عم ياخذوا موانع الحمل لأي سبب كان إنه ياخذوا هاي الفيتامينات على شكل مالتي فيتامين، خصوصا لو كانت الحمية تاعيتها ما عندها كنترول عليها، مثلا هي مثلا بتداوم وقت طويل وما عندها وقت إنه مثلا تعمل أكل صحي وتتأكد إنه يعني أكلها فيه كل العناصر الغذائية اللي جسمها بيحتاجها. فبالتالي بننصحهم إنه ياخذوا حبة بسموها برينيتال فيتامين اللي هي بتكون فيها كل الفيتامينات اللي بتحتاجها يعني الأنثى اللي هي بعمر الشباب، يعني بيكون فيها كل البي كومبلكس فيتامينز، كل مجموعة البي فيتامينز والفيتامين سي، وفيهم كمان ياخذوه عن طريق العناصر الطبيعية الفيتامين سي. مثلا لو أخذنا حبتين مثلا كلمنتين انتو بتسموهن يعني سنترة، او مثلا حبة برتقال كبيرة، ممكن انها المرة يعني اللي عم تاخد حبوب موانع الحمل تاخد احتياجاتها من الفيتامين سي عن طريق يعني الفواكه الحمضية. وايضا في عنا بعض الفئات اللي هن المفروض انه ما ياخدوا حبوب منع الحمل، اللي هن النساء اللي لسه اول اشهر بالرضاعة، نساء اللي عمرهم أكثر من 35 واللي بدخنوا كمان، نساء اللي عندهم ارتفاع بضغط الدم وأيضا بالكوليسترول، والنساء اللي هن عندهم كان تجلطات بالأوعية الدموية سواء بالرجلين أو بالرئة، والناس اللي عندهم أمراض بالقلب وأيضا مرضى السرطان، والناس اللي عندهم مايجرين اللي هو الصداع النصفي. لأنه حبوب منع الحمل إحدى أعراضها السلبية إنها بتسوي صداع نصفي، فإذا هي عندها أوريدي صداع نصفي وبتاخذ هالحبوب رح الموضوع يصير أسوأ بكتير. وأيضا النساء اللي عندهم مشاكل بالكبد، والناس اللي ما بيقدروا يتحركوا، النساء اللي ما بيقدروا يتحركوا لفترة طويلة، وإذا مثلا يعني مثلا في مرأة عاملة طبيعة شغلها بتضل قاعدة على المكتب 8 ساعات أو 9 ساعات، مفروض إنه كل ساعة تطلع تتمشى 10 دقائق، لأن حبوب منع الحمل بتزيد التجلطات بالرجلين. صحيح. غير هيك في بعض حبوب منع الحمل للناس العاديين حتى اللي ما عندهم أي مشاكل صحية بتعرضهم أكثر إلى التجلطات في الرجلين زي ما حكيت قبل، وأيضا الجلطات سواء بالقلب أو بالدماغ، وخصوصا إذا هي يعني المرأة بتدخن، وأيضا أمراض الكبد، وأيضا حسا بالحويصلة الصفراء يعني أمراض الحويصلة الصفراء. فعشان هيك إحنا دائما كمان ننصح المرأة اللي عم تاخد هالحبوب إنه الحركة تزيد عشان نحميها من التجلطات والدم يضل يعني عم بيمشي، يعني ما يصير في عنا زي تخثرات بالدم، وايضا انها تشرب مي كثير منيح وتتبع حميه يعني الى حد ما صحيه وتكون قليله بالدهون والاملاح علشان تحمي حالها من امراض الكبد والتخثرات بالدم. وطبعا في نقطه نسيت احكي عنها بالبدايه اللي هي انه عندنا احنا موانع الحمل الحبوب في عده انواع. في عندنا الكومبينيشن بيلز اللي هي بتكون عباره عن هرمونين الاستروجين والبروجسترون، وفي حبوب اللي هي بتكون بس البروجسترون، في حبوب اللي هي تعتبر طويلة الأمد، وحتى هن ممكن يتاخدوا كحبوب ممكن يتاخدوا كباتشز. وكمان في عنا عدة سايد افكت لها علاقة بالتغذية يعني بالجهاز الهضمي، اللي هي مثلا عنا لوعة النفس يعني بتكون حاسة حالة بدها يعني الله يكرمكم بدها تستفرغ. فبالتالي بالنسبة لهدول النساء اللي يعني بيكونوا مضطرين ياخذوا حبوب منع حمل وبصير عندهم لوعه من الموضوع، ننصحهم دائما انه ياخذوا مثلا سولتي كراكرز اللي هن بيكونوا يعني البسكوت المملح المجفف اللي هو بيكون ناشف ما فيه زيت كتير، او انه ياخذوا بي 6 فيتامين بي 6 كل 8 ساعات لانه بيساعد باللوعه ايضا. وكمان حبوب منع الحمل بتاثر على الجهاز الهضمي، ممكن انه يعني لو المراه اوريدي في عندها كولون عصبي سواء على شكل إمساك أو إسهال أو إمساك وإسهال مع بعض،
ممكن كمان إنها يعني إنه يعني يهيج الكولون العصبي، الهرمونات اللي عم تاخذها عن طريق حبوب منع الحمل. فبالتالي بننصحها إذا عندها إمساك يعني الله يكرمكم إنه تأخذ حمية عالية بالألياف، يعني مثلا مثل الفواكه، تاكل القشر مع الفاكهه، اللبزه نفسه، لانه الالياف الموجوده بقشر الفاكهه بيختلف عن الالياف الموجوده داخل لب الفاكهه، ودائما الاشياء الموجوده بقشر الفاكهه بتساعد على التخلص من الامساك. ومثلا اذا عندها مثلا اسهال الله يكرمكم، ممكن انها تاخذ مثلا مشمش، ممكن انها تاخذ موز، ممكن انها مثلا في عندنا حميه اسمها براد دايت اللي هي بتعتمد على الخبز الحاف وايضا الرز والابل صوص اللي هي لب التفاح اللي هن بيطبخوه مع شويه سكر، وبكون بالعاده موجود هاي يعني هي الابل باي فيلينج، وايضا الشاي الاسود من غير سكر. هاي الحميه بتساعد على انه توقف الاسهال. وبس هاد كل شيء عندي لليوم. نعم الأستاذة سهير، أيضا يعني من خلال حديثك الخاص بخصوص موضوع التغذية وموانع الحمل، أيضا يعني مهم جدا للمرأة في حالة يعني أنها قررت تأخذ هالموانع الحمل، يفضل بأنها أيضا تراجع الطبيب المعالج أو أقل شيء أخصائية التغذية للتأكد من الصحة قبل أخذ هالنوع من العلاجات. الأخت نعم تفضلي. طبيبتها النسائية قبل ما تبلش بالحبوب، لأنه في عدة أنواع وهي بتقرر مع دكتورتها شو الأنسب إلها حسب حالتها الصحية، حسب إذا عندها أمراض مزمنة أو ما عندها. بس نحن عم نحكي عن إنه بعد ما تأخذ المرأة صحيح. نعم. ممكن نعم. الأستاذ سهير محمود أخصائية تغذية علاجية في هيئة الصحة بدبي، شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا. الله يحييك. مستمعين الأعزاء، قبل لا ننتقل لفقرتنا الأخيرة لهذا اليوم وهي أيضا فقرة صحة المرأة، ولكن أيضا نحب أن نذكر مستمعين الأعزاء بأن دبي بدأت حملة واسعة للتطعيم المجاني ضد كوفيد-19، ويعتبر كل من كبار المواطنين وكبار السن من المقيمين فوق 60 سنة ومن لديهم الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم والعاملين في خط الدفاع الأول والمهن الحيوية هم الفئات ذات الأولوية للتطعيم ضد كوفيد-19 في دبي، ودائما التطعيم أمان واطمئنان. وأيضا نذكر دائما المستمعين الأعزاء بالاتباع بالإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا لتفادي الإصابة، وهي ترك مسافة آمنة مع الآخرين ولبس الكمامة وغسل اليدين بشكل أيضا مستمر. وأيضا نحب ننوه بأن لقاح إكسفورد أسترازينيكا متوفر الآن في هيئة الصحة بدبي، والمرحلة العمرية هي من 18 سنة وإلى 60 سنة، والفئة الأولى هم المواطنون وأيضا المقيمون من أصحاب الهمم والمصابون بأمراض مزمنة من حاملي إقامة إمارة دبي، والفئة الثانية مستمعي الأعزاء هم خط الدفاع الأول وأيضا المهن الحيوية. أما بخصوص طريقة الحصول على موعد، هي الفئة الأولى من خلال الرقم المجاني لهيئة الصحة بدبي 800342، وبخصوص الفئة الثانية من خلال التنسيق المشترك بين هيئة الصحة بدبي والمؤسسات التي يعملون بها ومواقع التطعيم بلقاح أسترازينيكا في صحة دبي. الفئة الأولى في مركز ون سنترال للتطعيم كوفيد-19، وللفئة الثانية مركز أو مراكز التطعيم الميداني التابع لهيئة الصحة بدبي. وننتقل مستمعين الأعزاء لفقرتنا الأخيرة لهذا اليوم، فقرة صحة المرأة وتحت عنوان المشيمة الملتصقة. ويشرفنا اليوم للحديث حول هذا الموضوع الدكتور عاطف فزاري، استشاري أمراض نساء والتوليد في مستشفى لطيفة بهيئة الصحة بدبي. دكتور عاطف صبحك الله بالخير والنور والعافية. السلام عليكم، صباح الخير وصباحكم الله بالعافية وتمام الصحة إن شاء الله. والله يصبحك بالنور والعافية دكتور عاطف. نحن قبل لا نتحدث معك دكتور حول موضوع المشيمة، حابين نسمع منك الخدمات المميزة اللي تقدمونها في مستشفى لطيفة حول هذا الموضوع، بعدين بننتقل إلى محاورنا عن أسباب التشريحية للمشيمة الملتصقة أيضا. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، يعني تفضح والمجهودات المفروضة من هيئة الصحة والقائمين على الأمر في مستشفى لطيفة والإدارة وكل الطاقم الطبي، لهم الشكر والتقدير في توفير كل ما يلزم
الوسائل العلاجية والتشخيصية والكادر المناسب والخبرة لمعالجة مثل هذه الحالات الحرجة والتي يعني تتميز بالنزف أو النزيف الدموي، وتعتبر يعني من الحالات الشديدة الخطورة في أمراض النساء والتوليد، ويجب دارك وتوفير ما يلزم الحالة من كل الاحتياجات. وعادة هي ما تكون يعني معالجة عن طريق العمليات الجراحية، وبالتالي محتاجة لمجهود خاص ومحتاجة لخبرة خاصة وتغييم خاص، والحمد لله هذه كلها متوفرة في مركز الامتياز لمعالجة النشيمة المتلصقة أو المشاكل النشيمة، وده شيء معروف على مستوى عالم كثير، وبفضل الله يعني الحاجة المتوفرة الآن في مستشفى لطيفة وتقدم يعني لكل المحتاجين لها وكل الحالات التي يتم تشخيصها بمثل هذا التشخيص. نعم دكتور عاطف، هل هناك أسباب يعني خاصة لمشكلة أو الأعراض اللي ممكن أن تحصل بخصوص المشيمة الملتصقة؟ عادة مشكلة المشيمة الملتصقة يعني تسبقها بعض العوامل المادية لذلك، وأهم هي العمليات الجراحية في الرحم، وأغلب العمليات الجراحية هي عمليات القيصرية، ولكن لا يمنع أن بعض الحالات تكون عندها تاريخ مرضي ببعض الأمراض، ببعض الأمراض التي تمت لها الجراحة كأمراض الأورام الليفية اللي هو التحميات الرحم، أو بعض الحالات اللي حصل لها بعض المشاكل في الرحم وخلافه، والتي تؤدي للالتصاقات المشيمة في مناطق متعددة داخل جدار الرحم، وزي ما ذكرنا أغلبها هي منطقة القيصرية، والقيصرية المتكررة ممكن تكون سبب لضعف جدار الرحم ويؤدي للالتصاق المشيمة بهذه الصورة المزعجة. صحيح. أيضا دكتور حابين نعرف يعني ما المقصود، يعني إذا تفسر لنا دكتور أكثر المقصود بالالتصاق المشيمة. عادة وضع التشريح لجدار الرحم هو غشاء شفاف من الخارج وعضلات الرحم، وفي وسط الرحم ولما الداخل هو بطانة الرحم، ويجب تجديد تجديد شهري مع كل دورة، ولما يصير الحمل في المنطقة دي ويتم التصاق التكوين الجنين الأول بجدار الرحم، يكون التصاق يعني طبيعي في المناطق الطبيعية، لكن لما تكون الالتصاق مباشرة على منطقة الغيصرية ومنطقة ضعيفة، أو التصاق الذي يعتبر التصاق الزاحف والنامي داخل بطانة الرحم، بتعدى مرحلة بطانة الرحم إلى جدار الرحم إلى عضلات الرحم، وهنا التعدي أو التخطي إلى جدار الرحم يتفاوت حسب السمك، ففي من يشمل جزء بسيط من السمك وتعتبر نوع من الالتصاق، وفي من يشمل جزء يعني مقدر من جدار الرحم برضه يعتبر التصاق المرحلة الوسطى وقبل المرحلة الخطرة، وفي المرحلة المتقدمة جدا اللي هو يتجاوز جدار الرحم إلى الخارج. وده يعني هذا المستوى من التخطي بتراوح من مريض لمريضة، وبتراوح برضه في نفس الجدار في منطقة أخرى، مرة تكون في منطقة بسيطة مرة تشمل كل المنطقة، يتفاوت حسب عمق دخول المشيمة إلى جدار الرحم وتخطي جدار الرحم. ده الشكل التشريح المفترض يكون. كان يعني بوضع مثلا غير الإزاعة كان شرحنا على التلفزيون على الشاشة، يكون واضح إنه يكون بنقرب الرؤية ويسهل الفهم إن شاء الله. صحيح. أيضا دكتور يعني من خلال حديثك لهذا الموضوع، ما هي المشاكل المترتبة عليها أو كيف ممكن أن تحصل مضاعفات في حالة إذا كانت المشكلة موجودة لدى المرأة؟ حقيقة المشكلة ملازمة مشكلة المشيمة الملتصقة مثلا إذا كان الست الحامل عندها عملية قيصرية واحدة، دائما مشكلة المشيمة الملتصقة أو المشيمة المتقدمة يعني نقدر نقول بنسبة عالية جدا حوالي 100% لازم تكون الولادة أولاد قيصرية. لذلك تكون المشيمة المتقدمة متكاملة ومغطية كل المخرج، أو المشيمة الملتصقة بدرجات متفاوتة طالما هي نوع من الملتصقة يكون من الصعب جدا الخروج بطريقة طبيعية. فالحل الأول يعتبر نفس تحديات إشكال هو مسألة القيصرية، وإن كانت هي السبب نفسها في المشيمة المقدمة أو المشيمة المتصلة،
وطبعا يبقى الله يسريك عملية جراحية، مشاكل في التحضير لا سمح الله، مشاكل في التهاب الجرح، وده كلها الناس بتضعها في الاعتبار وفي المشورة والتوضيح وإدراك المريضة وأسرتها في مشاكل العملية. دي الحاجة. الحاجة الثانية، المشيمة هي مصدر للنزيف، نزيف ما قبل الولادة، نزيف أثناء الولادة، ونزيف ما بعد الولادة. وكثير جدا من الأحيان لتفادي النزيف ده أو لتفادي تكون في 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 خيارات مثل يعني إيقاف الدم الواصل لجدار الرحم من الأوردة والشرايين الكبرى، وما تكون في مشكلة إن شاء الله في الحالات دي. بعض الحالات وإن كانت فيها الأغلب بتنتهي بإزالة الرحم، خصوصا في الحالات اللي عندنا مثلا 4 قيصريات سابقة، وندر بعد المشورة ونناقش مع الأسرة والمريضة نفسها نشوف عادة مغدر من الأطفال. الحمد لله يكون عندنا ربنا من عليهم والأطفال بالصحة والعافية، لكن قرر يكون الخيار بتاع إزالة الرحم أو إبقاء المشيمة في الداخل خيارات صعبة جدا حتى فنيا على الطاقم الطبي. فبتم دراسة الحالة والتوضيح والمشورة والمعونة كفريق عام، فريق متكامل ممكن يشمل تخصصات أخرى كتخصص المسالك البولية والأوعية والشرايين، بحيث إنه تتم معالجة الحالة كفريق متكامل. وغالبا تكون عمليات حقيقة معقدة وصعبة شوية وتأخذ زمن، لأنه يعني كم فريق يشتغل فيها لو لا سمح الله بالذات لو حصل فيها نزيف حوض مشاكل، بتكون يعني من العمليات المرهقة جدا، بتكون طويلة جول غرفة العمليات، بتأخذ مدة للرعاية في غرفة العناية الفارغة لصاحب دائما عمليات نقل دم. كل الحياة دي بتم توضيحها للمريضة بالتفصيل، وبتزيد من مشاكل يعني حتى القلق النفسي عند المريضة عند الطاقم العامل. يعني الحكاية متكاملة تبدأ من مشاكل النزيف، نقل الدم، كل الخطوات إلى حتى القلق النفسي للفريق العامل نفسه بالنسبة للمريضة في المقام الأول. لأن حقيقة هي تعتبر من الحالات المبتكرة، يعني يعني من الأسباب الرئيسية المؤدية للنزيف أثناء الولادة في عدة المراحل. نعم. أيضا دكتور عاطف، يعني من المعروف بأن في مستشفى لطيفة بهيئة الصحة بدبي هناك بعض الأقسام الخاصة لمتابعة الحوامل أثناء فترة الحمل، وبالأخص الحوامل اللي ممكن أن يكون لديهم بعض المشاكل أثناء فترة الحمل أو حتى قبل الحمل. فكيف يتم دكتور عاطف التنسيق مثلا بينكم وبين هاي الأقسام؟ وانت ذكرت نقطة جميلة جدا بأن يتم يعني إدارة الحالة هاي، إذا مرأة عندها هاي المشكلة يتم إدارة الحالة، ليس فقط الطبيب المعالج اللي هو طبيب أمراض نساء والتوليد، ممكن أن يكون أيضا مختصين في تخصصات أخرى لإدارة الحالة وعلاج الحالة بشكل جيد وسليم. هو حقيقة في المستشفى في التعاون عالي جدا ومختصين في المجال كثير، يعني في قسم النساء والتوليد وحدات مختصة في بداية الحمل ورعاية الحمل، ممكن يتم فيها تشخيص مبكر، في وحدات مختصة جدا بفحص وعلم الجنين والأم، موجود برضو الـ FMU برضو وحدة ممتازة جدا، ودي كلهم بتناولوا مع بعضهم كلهم مع طاقم التحضير، مع طاقم بنك الدم وقسم الأمراض وقسم أمراض الدم وبنك الدم لتوفير الدم اللازم وزملكات التحضير، قسم الباطنية لمعالجة الحالة إذا كان مع بعض الأمراض المصاحبة كأمراض الباطنية لا سمح الله، وكذلك قسم حتى للمعالجة النفسية لحسن تحية المريض نفسيا، إضافة للجراح المسؤول من الحالة من المقام الأول كتير من وجود التيم، إضافة لذكرت هذا المستشفى ببعض الأخوان أو التخصصات حتى لو من خارج المستشفى كأمراض المسالك البولية وجراحة الأوعية والشرايين إذا كان احتجنا للحالة يعني يستدعي المستشفى للتدخل مثلا. لكن زي ما ذكرت وتفضلت حضرتك مسألة وجود جسم داخلي وأساسي كجسم مثلا الموجات أو الصوتية مهم جدا، وعادة هو دي الوسيلة الوحيدة للتشخيص الثابت سواء كان في قسم الطفل والأم أو سواء كان في قسم الموجات الصوتية بمعالجة الجسم بصورة عامة اللي هو قسم أمراض النساء والتوليد. صحيح. وأيضا دكتور هذا أكيد طبعا يساعد في موضوع يعني متابعة حالة المرأة وأيضا متابعة يعني حالة الطفل أثناء فترة الحمل، وإذا تم يعني خلال الشهور الأولى من الحمل بعض المشاكل سواء على الأم وعلى الجنين، طبعا هاي المتابعات الدورية لها أهمية كبيرة جدا لسلامة طبعا الأم وأيضا سلامة الطفل.
نعم، وكان وايضا لا يعني لا يفوت ان اذكر انه وجود طاقم تدريب، طاقم التمريض المدرب في هذه الحالات وذو خبرة في معالجة هذه الحالة له دور كبير جدا، سواء كان من ناحية القبالة في غرف الولادة في الاستعداد بالذات في الحالات التي تحضر يعني في كحالات مستعجلة، سواء كان أساسا هي مبرمجة في جدول العمليات أو لا قدر الله تم تحويلها على فجأة على حين قرر من بعض المستشفيات الأخرى، خصوصا نحن نستقبل يعني من كل المستشفيات الطرفية سواء كان في إمارة دبي أو الإمارات المجاورة سواء كان الإمارات الشمالية بصورة عامة، دي كلها يتم استقبالنا هنا الحمد لله، يعني سمعة لطيفة في هذا المجال يعني سمعة طيبة ومشكورة جدا، ويعني يشهد بها يعني كثير جدا من المستشفيات، وده تعاون عالي جدا بين مستشفى لطيفة وبين الأخوة والأخوات والزملاء والزميلات في المستشفيات الأخرى خارج نطاق الإمارة نفسها يعني. صحيح، ومثلا ذكرت يعني مثلا التبريد دور مهم جدا، وحتى مساعدة الإدارة في توفير مثل هذه الأمور يعني شيء يعني كان دور فعال جدا في إنجاز يعني مهمة المشيمة المتقدمة أو المشيمة الملتصقة بصورة يعني أرضت المريض من الناحية الأولى قبل ما طرد أي حلانه، بطلعوا بطريقة مرتاحين تقريبا بدون مشاكل، وهين حصلت بأقل عدد من المشاكل المضاعفة. صحيح، وأيضا دكتور يعني الجميل في الموضوع اليوم مثلا توجه هيئة الصحة بدبي واستراتيجية الهيئة دائما نحو العلاج التخصصي، ونحن الحقيقة يعني من خلال يعني لقاءاتنا مع الأطباء سواء من مستشفى لطيفة بهيئة الصحة بدبي أو حتى من مستشفى دبي، من خلال حديثهم عن العلاج أو البرنامج العلاجي تنظر بأن اليوم التوجه إلى العلاج بواسطة فريق عمل طبي متكامل، اليوم يعني الجانب الاجتماعي دكتور عاطف والجانب النفسي له دور حيوي جدا في علاج بعض الأمراض، فلو تحدثنا عن هذا الجانب دكتور عاطف عن يعني الدعم المريضة من ليس فقط يعني الجانب العلاجي، وإنما أيضا أنتم تأخذون بعين الاعتبار الجوانب الأخرى اللي أيضا يكون لها أهمية كبيرة جدا في علاج المريض. حقيقة يعني الشيء الملتمس والملاحظ في طريقة المعاملة مع المريضة داخل مستشفى لطيفة من الدخول لعند الحقول بالسلامة، توفير كل الاحتياج من الناحية النفسية، من الناحية المادية، من الناحية العلاجية، من الناحية التشخيصية، من ناحية تقديم الخدمات المتكاملة أيا كانت، وإزالة كل العقبات اللي ممكن تتوفر في الحالة من ناحية صحية أو خلاف ذلك. صحيح. يعني إذا كان لا سمح الله مريض وصلت المستشفى في أي حالة من حالات أمراض النساء والتوليد وعندها مشكلة طبية مثلا نفسية، بيتم توفير معالج نفسي لها سواء كان من داخل المستشفى أو من التخصصات الأخرى الموجودة في المستشفيات الأخرى. لا سمح الله عندها مشكلة في الأذن أو في الجرح، الإدارة بتسهل الإجراء، دوش هاي ما سهلة برضه يعني، اللي هو التنسيق مع كل الأيام اللي ممكن تخدم المريض لها. حتى في بعض المشاكل تعلق بعض يعني الحاجات اللي ممكن تكون إدارية تعوق كثير يعني معالجة المريضة، في مكتب رعاية المرضى، المكتب الاجتماعي، المعالج، كل الحياة دي يعني بيتم تخطي العقبات المهمة الأول والأخير، هو بأسرع وقت بأحسن خدمة وبأفضل ما متوفر من إمكانيات تتم تقديم الخدمة والرعاية اللازمة للمرض. صحيح. زي ما ذكرت في قسم العناية الفارغة من ناحية التمريض، من ناحية التخدير، قسم العمليات، من ناحية الطاقم الجراحي، من ناحية الطاقم المعالج في الرعاية بالغرف الغرفة الممارضة والعنابر، غرفة الولادة، في الاستقبال، في الطوارئ، لأنه بتطلع بالسلام، في المتابعة بعد ما قبل أو ما بعد التدخل سواء كان في العيادات الخارجية أو متابعة ما بعد التدخل في العيادات الخارجية أيضا، والتحويل إلى الجهة المناسبة إذا كان لزم العلاج بعد فترة النقاهة في المستشفيات. صحيح دكتور عاطف فزاري، الحقيقة كل الشكر والتقدير لك على هاي الخدمات المميزة اللي تقدمونها الحقيقة لمتعاملي هيئة الصحة بدبي أنت وفريق عملك المبدع. شكرا جزيلا لك الدكتور عاطف فزاري، استشاري أمراض نساء وتوليد بمستشفى لطيفة بهيئة الصحة بدبي. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم، ونتمنى الصحة والعافية للجميع، وتحية موصولة للجميع، وشكرا لكم جزيلا.
الله يبارك فيك دكتور، شكرا لك. مستمعينا الأعزاء، ومن فقرة صحة المرأة وصلنا إلى نهاية فقرتنا لهذا اليوم أو حلقتنا لهذا اليوم، ونتمنى إن شاء الله أن الحلقة قدمت لكم معلومات طبية مفيدة. وهذا هو دائما نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. أحب أني أشكر فريقي الفريق العمل المبدع معي اليوم في الإعداد، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وكان معنا في التنسيق والمتابعة الأستاذ أحمد سلامة، وفي الإخراج مخرجنا المتألق المبدع الأستاذ ناصر السليمي. وتقبلوا تحياتي، أنا عبد الله جمعة، ودمتم جميعا بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.